السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب الموثوق يا إخوان ياكوبس، كريستيانو رونالدو أكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية بنجاح، وسيكمل الجزء الثاني في مدينة الرياض. لقد وقع عقدا رسميا مع النادي النصر السعودي، كما أشرنا للمفاوضات في الوقت السابق يا إخوان. أيضا كريستيانو رونالدو سيصبح الأول لاعب في تاريخ كرة القدم الذي يصل راتبه السنوي إلى 75 مليون دولار. الأسطورة سيتقاضى هذا الراتب يا إخوان السنوي مع نادي النصر السعودي بحسب تقديرات الموثوق بيان ياكوبس يا إخوان. والنصر السعودي يا إخوان سيعلن هذه الصفقة عن الصفقة بشكل رسمي بعد نهاية مباراتهم ضد الخليج في الدوري. كل التوفيق للدون وأيضا للنصر السعودي، ونعم الكرة تكون فيها يعني ما هي شهرة ومتعة وأيضا مال وبزنس وتجارة وكل شيء يا إخوان. أعطونا رأيكم في الموضوع، ورح نلتقي في اللايف ورح نتكلم أيضا على هذا الموضوع.